سم. هذه مجموعة واحد. هذه مجموعة ثلاثة. هذه مجموعة خلط اللي تخلطه. طبعا معدنا الغالي لو تسمعني السبت مجموعة لحال صح؟ كل ثلاثة مجموعة صح؟ تمام. فنسحب السبت خليك معي مركز. نبي نسحب الآن من مجموعة رقم واحد ثلاث أشخاص. واحد اللي بيكون معنا علي سعيد يوم السبت. هذه المجموعة أنتم رقم أولى الأولى صح؟ ما تبغى تكون معنا يوم السبت؟ السبت الجاي. هذا البرايم اللي تبغى. ما تبغى عادي قول ما تبغى. كيف يا؟ تبغى تكون معنا في المطبخ السبت؟ والله ودنا عادي. تبغى ولا لا؟ يلا. عجيان المري سجلوا. عجيان المري يوم السبت. ناصر بن قمرة هذولي المجموعة الأولى يوم السبت. طيب نسحب من المجموعة رقم اثنين. طيب شلون نسحب المجموعة رقم اثنين؟ نبي نحطها هنا. هذه المجموعة رقم اثنين وهذه القزازة فاضية عشان ما حد. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة والله ما أدري كم. هذول المتسابقين كم حق المجموعة رقم اثنين. ونسحب عشوائي ثلاثة اللي يكونون معنا يوم السبت ينافسون المجموعة رقم واحد. عبد العزيز الأكلبي يوم السبت، وهذا حاتم الحربي يوم السبت، كذلك زايد بن ناجية يوم السبت. يعني يوم السبت الأسماء اللي ذكرنا زايد حاتم عبد العزيز الأكلبي وناصر بن قمرة وعجيان المري وعلي سعيد، هذولي يوم السبت بإذن الله. طيب يوم الأحد سم معنا اتصال ونقول ألوه مرحبا قبل أن نكمل يوم الأحد. ألوه مرحبا. ألوه ألو السلام عليكم. لعل الصوت قليل يا مخرج. ألو السلام عليكم. في مشكلة بالاتصال، خلونا نسحب يوم الأحد ونرجع معكم. طيب مجموعة ثلاثة نبي نسحب منهم كذلك ثلاثة واللي هم عددهم واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة. هذا اللي هم موجودين التسعة في مجموعة رقم ثلاثة اللي هو يوم الأحد. نسحب منهم طال عمركم هباس فرج يوم الأحد تكون معنا يا هباس بسم الله وعلى بركة الله. نسحب الثاني في المجموعة الثالثة نواف الأكلبي يوم الأحد، كذلك عادل المطيري يوم الأحد المجموعة رقم ثلاثة. ناخذ المجموعة رقم واحد تمام ونحطهم في هذه، بيكونون مع المجموعة رقم ثلاثة. وناخذ من المجموعة الأول اللي هو عبد العزيز الرشيدي أو عبد الرحمن الرشيدي. عبد الرحمن الرشيدي أنت يوم الأحد يا عبد الرحمن، أنت يوم الأحد يروحي تمام. مشعل القنور يوم الأحد، هذه المجموعة رقم واحد. وفيحان السبيعي يوم الأحد. طبعا أكيد المعد معي هو يسجل يوم الأحد تمام. الآن هذه بالنسبة للمجموعات. طبعا يوم الاثنين راح ناخذ المجموعة اللي راح تفوز من المجموعات اللي ذكرنا الثلاثة اللي حنا أخذنا منهم، من كل واحد أخذنا، من كل مجموعة أخذنا ثلاثة. ألوه مرحبا.
الو السلام عليكم. قفل الاتصال. نبي نرجع.